السيارة الطائرة بحمد الله في مطار جدة الدولي حيث التوقيت المحلي جدة الساعة 5:20 صباحا ودرجة الحرارة الخارجية هي 23 درجة مئوية. نرجو من حضراتكم البقاء جالسين في أماكنكم لتوقف محرك الطائرة نهائيا وتطفى شطرة المقاعد وتفتح الأبواب. نود أن تنتهز هذه الفرصة نشكركم أكثر اختياركم الملكية الأردنية وتحالفا ونتمنى لكم طيب اللقاء. شكرا وإلى اللقاء. Thank you, Shuji, Gurajo, Dean, and Edward Water, and wishing you a blessed day. Thank you and goodbye.